في ميدان التحرير ولا بناخد 50 يورو ولا اي الكلام ده، ومفيش وجبه كنتاكي ولا اي حاجه. انت بتاكلش كنتاكي؟ لا مفيش حاجه بناكلها. طب انت جيت هنا ليه؟ عشان احنا مش عاوزين حسني مبارك. وانت هنا من امتى؟ النهارده هنا من يوم الجمعه. تمام، وناوي تقعد لحد امتى؟ لحد اما حسني مبارك يرحل. تمام، انت منين؟ انا من حدائق المعادي. تمام، قول له بلادي، قول له بلادي. بلادي بلادي هي فين واجبك كنتاكي؟ يا مبارك يا حمار هما فين 50 دولار؟